جراحات المناظير انتشرت بصورة كبيرة في آخر 20 سنة على مستوى العالم، وهنا في مصر نشكر ربنا ان احنا بقينا بنجريها بنفس الكفاءة بتاعة الغرب وبنفس النتائج المرضية جدا. جراحات المناظير ما بقتش قاصرة فقط على جراحة المرارة بالمنظار او جراحة الزايدة بالمنظار او جراحة الفتق بالمنظار، تطورت لإجراء جراحات استئصال القولون وأورامه والمستقيم والشرج وأورامه. مش بس كده، احنا كمان بقينا بنجري جراحات استئصال للطحال في حدوث بعض الأمراض المعينة فيه، او جراحات الغدة الجار كلوية او الغدة اللي بنسميها القذرية اللي هي السوبرا رينال. جراحات المناظير فيها كذا ميزة لازم نوضحها لحضراتكم، ان هي بنسميها بالانجليزي minimally invasive surgery، يعني بيتم علاج المرض الموجود في البطن من خلال بعض الفتحات الصغيرة لا تتعدى اكبر فتحة فيها 1.5 سم. بيتم التعامل مع المرض وبيتم استئصاله بدون اللجوء الى الجراحة التقليدية اللي كانت بتستدعي فترة عمليات اطول وفترة نقاهة في المستشفى اطول وفترة رجوع للعمل بعد كده اطول. جراحات المناظير بتتميز بنسبة الم صغيرة جدا، بنسبة نجاح تعادل الجراحات التقليدية، وبنسبة تعافي ونقاهة قليلة جدا، يعني المريض يقدر في خلال 2-3 أو 4 على الاكثر ان هو يرجع ويمارس حياته الطبيعية. نقطة كمان مهمة جدا، ان هي في بعض المشاكل اللي وارد حدوثها من الجراحات التقليدية زي حدوث فتق مكان الجرح او حدوث تلوث للجرح، كل الكلام ده لا يوجد في جراحات المناظير. جراحات المناظير زي ما هنشوف كده في صورة، بالنسبة لجراحات الأورام للقولون والمستقيم بقت دلوقتي بتتعمل بفتحة صغيرة جدا، ويقدر المريض حتى يتعمل له توصيلة بدون اللجوء إلى إجراء فتحة خارجية للتبرز اللي بنسميها بالإنجليزي كولوستومي، زائد إن هو فترة النقاهة بتبقى قليلة جدا. جراحات استئصال الطحال زي ما احنا شايفين في كذا مرض بيصيب الطحال، نقدر نستخرج الطحال وتبقى الفتحة بتاعت استخراج الطحال صغيرة جدا، لان بيتم تفتيت الطحال بعد استئصاله داخليا ويطلع عن طريق الفتحة الصغيرة اللي هي لا تتعدى 1.5 سم. جراحات الغدة الجار كلوية او اللي بنسميها الغدة الكظرية، في بعض الامراض النادرة او الاورام النادرة بتصيب هذه الغدة، منها مرض افراز الكورتيزون الزيادة في الجسم اللي بنسميه بالانجليزي مرض كوشينج، او في مرض كونز سيندروم، او في امراض تانية اورام تانية وارد تصيب الغدة الجار كلوية. بيتم الغدة الجار كلوية من المناطق الصعبة شوية في الجراحة نتيجة وجودها جنب اوعية دموية كبيرة وجنب انسجة مهمة وجنب مناطق مهمة في الجسم، لكن من خلال المنظار ومن خلال التقنية العالية الجراحية والتخديرية بيتم التعامل مع هذه الحالات بنسبة نجاح مرضية جدا وبنسبة تعافي عالية جدا.